ما شاء الله فنان وحسك الفني عالي ويدك ما شاء الله لا زالت تلعب. من يوم أم يوسف قابلت وش كريم والنفس طابت. الله يرحمها في قلب رحمته. واللي عنده عيال بدل الهم عنده همين. واحدة تبغى تسيب البيت وتسافر عشان تدرس. طيب. والتاني جايب لنا الغايبة بأفكاره الفاشلة. هيا بالله يقولي إيش أسوي في البلاوي دي؟ فاكر خوينا أبو سالم كان ظروفه أخص من ظروفك، والحمد لله زوجناه أخت إبراهيم وما شاء الله تبارك الله أموره وقتها أفضل من أول ورجعته شباب. الزوجة الثانية تزوجنا يا شهرين والمستورة راحت بيت أهلها، طلع باب النجار مخلع بعيد عنك. يا راجل لا تقول الكلام هذا، لكل جواد كبوة ولكل كبوة حبسة. لا حبيبي أنا مالي في الأدوية والصداع ده، أنا الأدوية اللي عندي تقول صيدلية. سيبك من الأدوية، أنا ما أتكلم على الأدوية، سيبك من الأدوية، أنت تحتاج شغل جديد وزوجة جديدة، هذه الحبسة وراح تدعي لي فيها. هذه الحبسة؟